السلام عليكم ورحمة الله. هتكلم مع حضراتكم عن مرض الفطر الأسود. طبعا المرض ده سبب قلق كبير لناس كتير الفترة اللي فاتت. مرض الفطر الأسود أو مرض الغشاء المخاطي ده مرض بيسببه فطر منتشر في التربة والأماكن اللي بينتشر فيها العفن. المرض ده بيصيب الأغشية المخاطية سواء في العين أو الأنف، بيكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض. طبعا المرض ده بيسبب التهابات خطيرة للناس اللي عندها ضعف في المناعة. المرض ده لما بيصيب العينين بيسبب فقدان تام من البصر. الأعراض بتاعته بتكون عبارة عن حرارة وألم في الوجه، ازدواجية في الرؤية وضعف في الإبصار، سيلان قيحي من العينين، جحوظ عين وحيد الجانب يعني بتكون في عين أكبر من التانية، إفرازات من الأنف بتكون يا إما سودة يا إما دموية، بيكون كمان في ارتخاء في الأسنان. طبعا معدل الوفاة في المرض ده بيصل إلى 50%. الأعراض اللي بتنذر بالإصابة بالفطر الأسود: انسداد في الأنف واحتقان وسيلان، ألم وضعي في عظام الوجه وبيكون في تنميل وتورم، تغيير في لون البشرة وظهور سواد فوق الأنف اللي هو جسر الأنف، حدوث حركة في الأسنان أو مشكلات في الفك، ده طبعا نتيجة ارتخاء الأسنان، ويكون في مشكلات في البصر وضعف في الرؤية، ألم في الصدر، ودي طبعا الأماكن اللي بيصيبها الفطر زي ما قلنا في الأنف في البشرة، تغير في لون البشرة، ممكن بيصيب المخ كمان، بيسبب ألم في الصدر ومشاكل في الرئة. ده طبعا منظر القيح اللي بيكون نازل من العينين لما بيصيبها فطر الأسود، وده لما بيصيب جسر الأنف. طبعا بيكون في سواد في حوالين الأنف وفي العينين، وطبعا الأطباء في المرحلة دي بيضطروا إلى إزالة الجزء المصاب به العفن عشان ما يمتدش إلى باقي الأعضاء. ممكن ودي صورة واحد مصاب بمرض الفطر الأسود. طبعا زي ما احنا شايفين في تورم في العين وجحوظ عين واحدة يعني بتكون في عين أكبر من التانية. نيجي دلوقتي نشوف ايه هي علاقة مرض الفطر الأسود ومرض كورونا. طبعا من أكثر الناس اللي بيصابوا بمرض الفطر الأسود هم مرضى فيروس كورونا، وده لأن فيروس كورونا بيعمل ظاهرة خطيرة في الجسم اسمها ظاهرة عاصفة السيتوكين. دي رد فعل الطبيعي بتاع الجسم لما بيصاب بفيروس، بس مشكلة فيروس كورونا ان هو بيخلي الجسم ينتج كمية كبيرة من السيتوكينز، ودي بتعمل تلف لأعضاء الجسم وتسبب التهابات خطيرة فيها. فطبعا الأطباء بيوصفوا مضادات التهابات قوية زي الكورتيزونات علشان يقلل رد الفعل المناعي ده، وده بيعمل مشكلة إن الكورتيزون بيعلي مستوى السكر في الدم، وده بيهيئ الظروف لنمو الفطريات خاصة فطر العفن الأسود اللي بيتغذى على سكر الدم، وده بيخلي مرضى السكر ومرضى نقص المناعة هم أكثر ناس بيصابوا بالمرض ده. إزاي بيتم الإصابة بمرض الفطر الأسود؟ هو مرض غير معدي من شخص لآخر يعني ما بينتقلش من شخص للتاني. بيتم الإصابة به عن طريق الاستنشاق بتاع الفطر أو ملامسة الفطر لسطح جرح مفتوح. الأماكن اللي بتواجد فيها الفطر الأسود: طبعا الغرف غير جيدة التهوية، الأسطح الرطبة والتربة اللي فيها عفن، النباتات المتعفنة، الخضروات والفواكه الفاسدة. إزاي بيتم علاج الفطر الأسود؟ طبعا بيتم العلاج عن طريق حقنة الأنفوتراسين ب، ودي حقنة مضادة للفطريات فعالة جدا ضد مرض الفطر الأسود. وطبعا في الأجزاء اللي بيصيبها الفطر طبعا زي العينين أو الأنف أو أي جزء يصيبه الفطر، بيضطر الجراحون إلى إزالة هذه الأعضاء علشان يمنع وصول الفطر إلى الدماغ، وده شكل حقنة الأنفوتراسين. طرق الوقاية من الفطر الأسود: طبعا لازم ارتداء أقنعة الوجه أو الماسكات أثناء الخروج من المنزل، وخاصة في المناطق اللي فيها تراب والحدائق وأماكن الكمامة حيث يكثر وجود العفن. ارتداء ملابس طويلة بتغطي الجسم وبتمنع وصول الفطر. مرضى السكر طبعا لازم ننصحهم إنهم يتحكموا بمستوى سكر الدم، وكمان مرضى جهاز المناعة. وطبعا لازم نراقب الأشخاص اللي بيتركوا العلاج بالاستيرويدات أو الكورتيزون باستمرار، ويجب تقليل الجرعة بالتشاور مع الطبيب. وطبعا بننصح أي مريض إن هو ما يستخدمش الاسترويدات
إلا بعد استشارة الطبيب. شكرا لحضراتكم، وأتمنى يكون أفدت حضراتكم.